أشعلت مقاطع فيديو وصور عقد قران أبرار سبت الأجواء عبر السوشيال ميديا بعد أن أعلنت النجمة البحرينية الشابة عن زواجها من لاعب كرة قدم وسيم عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، وشاركتها شقيقاتها الاحتفال. فقد أعلنت أبرار سبت عن زواجها بنشرها صورة رائعة من جلسة تصوير خضعت لها مع عريسها على البحر، لكنها حرصت على إخفاء وجهه. وكتبت في تعليقها: قلت نعم الحمد لله يا رب، كان ودي احتفل بعقد قراني مع صديقاتي وأحبابي، لكن بسبب جائحة كورونا اقتصر الموضوع على عيلتي الصغيرة. وشكر خاص لأخي العزيز محمد على توليه مهمة الاحتفالية على طريقته الخاصة بالفوتوشوب ما شاء الله. وبرغم حرصها على إخفاء هوية عريسها عن الكاميرات، إلا أن العديد من التقارير الإخبارية قد أكدت أن عريسها هو لاعب كرة القدم البحريني الوسيم محمد الطيب، والذي يبلغ من العمر 29 سنة ويلعب في نادي النجمة البحريني. وقد تعرفت عليه العروس خلال مناسبة خيرية لجمعية متواجدون التي تملكها شقيقتها شيماء سبت. ودي الصور الجميلة اللي نشرتها ليه هي مع خطيبها، وتم الزفاف، ألف مبروك. وهنشوف برضو فيديو صغير من عقد القران، وبعده بقى ايه أسرار عن شقيقتها ورد شيماء سبت الناري على اللي قال لها انتي كنتي مليانة تخينة، وأسرار تانية دلوقتي. هنشوف الفيديو الأول وبعد كده الأسرار. شيء قوي قوي يعني. وحتى متحمس اني اشوفها لان قاعده اشوف التجهيزات والتحضيرات اللي انتم سويتوه. ما ينخاف عليك. بالعكس يعني بقدر بسوي لك شيء وايد بيضرب يعني. بروره اعتبرها بنتي. يعطيك العافيه. رولينج اند اكشن. عرايس زمان. اي بس مو وايد ترى كعب. فيكتور موجود؟ سلام سلام. ها؟ هنا. من هنا وهاي الفيو مالنا. فالركضة شدي. من ناحية أخرى، ردت الفنانة البحرينية شيماء سبت على سؤال أحد متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي حول طائفتها الدينية وإن كانت سنية أم شيعية. الفنانة البحرينية قالت: نعم بالكل، أنا سنية لكني أحب الكل واحترم الكل واتعامل مع الإنسان بأخلاقه وتعامله معي. إن شاء الله إنسان يهودي لو عاملني زين بعامله زين، إنسان ما يعاملني زين شنو كان مالي فيه. وأضاف: لا أنا بدخله الجنة ولا هو بيدخلني النار، في رب واحد فوق هو اللي يحاسبنا ويدخلنا الجنة والنار. اللي يعاملني زين أحطه على راسي، اللي يعاملني مو زين أحطه ورا ظهري. كلام موزون و كلام جميل، ما اقدرش اقول حاجة عنه. هنشوف بقى ايه اسرار تانية عن شيماء سبت. حيث ردت الفنانة البحرينية شيماء سبت على موجة التهكم التي طالتها من قبل مستخدمين على شبكات التواصل الاجتماعي بسبب وزنها الزائد سابقا وخسارته لاحقا. ونشرت سبت عبر حسابها على تطبيق السناب شات الصورة التي تظهر حالتها قبل وبعد معلقة بالصوت: قيل للربيع ابن خثيم رحمه الله: ما نراك يا ربيع تغتاب أحد. فقال: لست على حالي راضيا حتى أتفرغ لذم الناس. وأضافت: أنا مخجل من الصورتين وعندي ثقة بنفسي أني أوجه نفسي وأقول كنت بوزن زائد لفترة. وتابعت بالقول: أنا فخورة بالإنجاز اللي سويته.
واني تحديت نفسي بارادتي وعزمتي واصراري ووصلت للي انا ابيه واتطورت من نفسي وتوجهت الى المتهكمين قائله لكل حاقد ومريض يتفلسف بعقل، بدل ما تسب وتجرح وتستخدم كل اساليب الاهانه، خلي عندك ثقه بنفسك وواجه عيوبك واعمل على تعديلها وتصحيحها. الثقه بالنفس نعمه ما يحس فيها الا اللي يمتلكها، واتمنى الشفاء العاجل لكل نفس مريضه حاقده وحاسده، واقول الله يشغلكم بانفسكم. هنا الصوره ديت قبل وهي بوزن زايد، وبعد حاليا خست كتير طبعا. دي طبعا إرادة جامدة، وألف مبروك، وإن شاء الله تفضل على الوزن المثالي ده. هو شيماء سبت مولودة 26 أكتوبر 1977، ممثلة بحرينية، هي من عائلة فنية، وهي الابنة الكبرى للممثلة فاطمة إسماعيل، كما أن شقيقاتها الممثلات هم شذا وأبرار وشيلاء. درست دبلوم هندسية مدنية وحاصلة على بكالوريوس إعلام وعلاقات عامة وبكالوريوس علم نفس. أما عن مسيرتها الفنية فقد بدأت مشوارها الفني خلال عام 1988 في مسرح الطفل، ولها العديد من الأعمال في فترة نهاية الثمانينات والتسعينيات وبداية الألفية الثانية بعمر صغيرة، مثل غناوي بوتعب وحزاوي الدار وبيت موتاني وسرور، كما ظهرت في برنامج في إسبانيا على قناة الأندلس الفضائية عام 2000، بينما بدايتها الفعلية كانت في مسلسل عمي ألوان في عام 2002 بمشاركة الفنان غانم السليطي. دي شيماء سبت، دي صور ليها مع شقيقاتها شيلاء وأبرار، وهنشوف برضو أسرار عن شقيقتها دلوقتي. هما الأربعة زي القمر. بنات فاطمة إسماعيل. أما شقيقتها شيلاء سبت فهي مولودة 19 أغسطس 1989، ممثلة وعارضة أثناء بحرينية، وبدأت التمثيل وهي طفلة بمساعدة شقيقتها الكبرى شيماء، وذلك بالمشاركة بدور صغير في المسلسل السعودي عائلة بورويشت بعام 1998، إلا أنها لم تستمر بالتمثيل وشاركت في مسابقة بحرين توب موديل، وفازت بلقب ملكة جمال البحرين عام 2010. وقررت العودة للتمثيل بعام 2011، وشاركت بالعديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية، كما شاركت بعام 2013 بمسابقة ملكة جمال العالم الذي أقيم في الهند في مارس من نفس العام، ولكن لم تفوز باللقب. دي شيلاء فازت بلقب ملكة جمال البحرين وشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم. أما شذا سبت مولودة 7 مارس 1981، ممثلة بحرينية، بدأت مشوارها الفني بسن صغيرة في الفعاليات المسرحية في مركز سلمان الثقافي في عام 1986، بينما كانت بدايتها التلفزيونية في عام 1992، حيث قدمت العديد من الأعمال في دول الخليج، كما أنها أصدرت بعام 2005 أغنية بعنوان يا عمة مع الفنان يوسف الشطي. دي شذا سبت. يفضل لنا أبرار سبت، مولودة 12 مارس 1992، ممثلة ومغنية بحرينية، ولدت في مدينة المنامة، وبدأت التمثيل منذ أن كانت طفلة، حيث كانت بصحبة شقيقتها الكبرى الممثلة شيماء، وشاركت بأدوار صغيرة بعدد من المسلسلات بطفولتها، إلا أنها اتجهت إلى المجال الغنائي.
حيث شاركت بعام 2010 في برنامج نجوم الخليج، لكنها خرجت من البرنامج قبل النهائيات، وعرفت عندما شاركت كممثلة في مسلسل بنات الثانوية عام 2011، وأدت خلاله دور البطولة مع عدد من الممثلات، واستمرت بعد ذلك بالعمل الفني كممثلة ومغنية. هي أبرار ست اللي هي تم عقد قرانها مؤخرا. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين. قناتكم قناة أخبار النجوم. شكرا لكم.